وهالسنة كمان رح نشوف نهى بمسلسل تاني وهو قبيل يلي رح نعرض على MBC مصر، وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل ومحمد فراج وغيرهم من نجوم مصر. والمسلسل قصته بوليسية وفيه كتير غموض وإثارة بالإضافة لمشاهد الرعب، بما أنه القصة مبنية أحداثها حول جريمة قتل بتصير بظروف غامضة رح نتابع تطوراتها خلال حلقات. لكن لنعرف تفاصيل أكثر عن هالعمل نحن زرناهم بالكواليس. الورق حلو قوي متميز، مجموعة شبابية معروف عنهم اختياراتهم المميزة، وحابة أكون في وسط المجموعة. ويبدو أنها كتير متحمسة لفكرة البطولة الجماعية بهالعمل، وشفنا هالشي وهي عم تحضر لمشهد بيجمعها بمحمد فراج. وكمان بأكثر من بوست نزلتهم على انستغرام من الكواليس. موضوع ان البطولة الجماعية فكرة جديدة شوية علينا، بقالها كم سنة بتتكرر، بس من خلالها في نجوم كتير بقوا نجوم صف اول، فاكيد بشجعها. وصار معروف ان المسلسل بيتناول جريمة قتل بتحصل بظروف غامضة، ورح نشوف نهى واحدة من الشخصيات اللي بتدور حواليها الشكوك. هي شخصية شيماء، هي شخصية مركبة جدا وجديدة عليا. طبعا اكيد اي شخصية مركبة بيبقى لها مراحل، طبعا مش عايزة اتكلم واحرق الشخصية قوي، بس من الشخصيات اللي أنا عزيزة على قلبي وحابة المشاهدين يشوفوها يعني بشكل مختلف. من زي أميل ده عامل زي الطقوس، ومو غريب على تايسون أنه يلعب دور ضابط شرطة بهيك نوع من الأعمال، فسبق وشفناه بنفس الدور بفيلم ولاد رزق. مين العيال دي بقى؟ ولاد رزق يا باشا دول عين عيان المنطقة يعني. لا فولاد رزق ده كان ضابط فاسد، لا ده ضابط تمام سليم ونظيف يعني وصورته كويسة. فدوره الأساسي هو البحث عن المجرم، وشكله اتحضر منيح لهالشخصية، خاصة انه فيها مشاهد بوكسينج واكشن كتيرة. انت مين؟ مالك؟ قول لي بصراحة فيك ايه؟ ما هو بيستعين بضباط المباحث اللي هم متخصصين في الانترنت وكده، هو ضابط مباحث عادي ومباحث عامة عادي. قول لي انا مت ليه؟ لا يا طارق مش هتروح حبيبي، انت فاشل لازم تعترف انك. وهالعمل هو الثاني اللي بيجمعه بالمخرج كريم الشناوي من بعد ما نجحوا سوا بفيلم عيار ناري، وكل اللي تابع الفيلم بيلاحظ التشابه بثيم العملين. انا مش شغلانتي ان انا اضيع دم اخوك او احافظ على دم اخوك. اني هتولع ترى بحب اشتغل مع كريم بصراحه يعني بعد التجربه الاولانيه. هو مخرج ما شاء الله عليه، فاهم ومثقف وواعي وتفتح ويحب الممثل جدا، فيا رب يا رب. عشان تقرا تمام كذا من اول لاين ثاني لاين. وقبل ايام بدا عرض المسلسل مانسي ممدوح يحمس جمهوره ليتابعوه على MBC مصر من خلال هالبوست اللي نشره على انستغرام. لكن كان في سؤال محير الكل، مين هو قبيل؟ مين قبيل؟ اقول لك بقى انا وانا احرق المسلسل عشان اقول لك ده لا ده بعينكم ده مش دلوقتي خالص بقى ده انا مش عارف مين قبيل. حاجات حيه. طيب خلينا نحن شوي نحاول نفكر، تتوقعوا مين راح يكون قابيل؟ يعني ممكن يكون محمد فراج يعني، بس دوره أساسي بالعمل، بس أنا عم بشك إنه قابيل راح يكون محمد ممدوح لأنه أساساً بالبوستر ماسك مسدس. ممكن ما بتعرفوا ممكن تطلع أمينة خليل كمان. صح معقولة، بس تعرفوا شو يا صبحي بلا ما نحلل، لأنه مش راح نكتشف الحقيقة. وأنا بقول اللي حابب يعرف من هو قابيل ما إلكن إلا تتابعوا المسلسل على MBC مصر خلال شهر رمضان.